تتميز الحالة الجوية عامة بنزول بقايا من الأمطار بالمنطقة الشرقية، كتل ضبابية في بعض المناطق بالسهول المحيطية الشمالية والسواحل الوسطى وغرب الواجهة المتوسطية ومحليا شمال الأقاليم الجنوبية. أما بباقي جهات المملكة فالسماء ستكون صافية إلى قليلة السحب على العموم، فضلا عن تناثر بعض الحبات من الغبار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. كما سنلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما أحيانا بكل من جنوب المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوبية. بحر قليل هيجان بالبوغاز، بحر قليل هيجان إلى هائج شمال آسفي، بحر هائج إلى قوي الهيجان ما بين آسفي والداخلة، وبحر هائج بباقي السواحل. درجات حرارة الدنيا تعادل 12 درجة بكل من طنجة والدار البيضاء، 11 درجة بالرباط، 14 درجة بكل من آسفي ومراكش، 13 درجة بأكادير، و16 درجة بالداخلة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى فتعادل 26 درجة بطنجة، 29 درجة بالرباط، 23 درجة بالدار البيضاء، 27 درجة بأسفي، 29 درجة بمراكش، 27 درجة بأكادير، و24 درجة بالداخلة.